عليكم. النهارده هنعمل اكل انا ومحمد سوا، هو يساعدني النهارده. هنسلق مكرونه وهنحمر بطاطس. وماله مش هي. انا بقشر بطاطس، الصلاه على النبي كده، ومحمد بيقطع البصل عشان يجهز التسبيكه بتاعت الطماطم بتاعت المكرونه. البصل الاحمر ده بيوجع الهل كده. اسمع ان البصل الاحمر ده بصل صعيد بلدي بيقولوا، بس جميل بيقولوا بصل بلدي حلو. انا بحبه، عموما بحب اكله كده حتى. حطيت الميه سخنه عشان تغلي بسرعه نسلق المكرونه. بسم الله. كده كده يا قلبي يا حته مني يا كل حاجه. المكرونه كده هنسلقها هنا في الحله دي، بس الميه تغلي شويه هنا على النار. وبس اقشر البطاطس هقطعها صوابع واحمرها على طول. في نفس الوقت يكون محمد عمل الصلصه بتاعت المكرونه. وانا اعمل صلصه؟ انت ايه رايك؟ انا هاكل. هسهل. طلع بصل طماطميتين وقطعهم كمان. البصل ده ايه؟ متخرط لوزه. عايزين تسبيكه كده حلوه. عايزين تسبيكه حلوه؟ حاضر. حطهم في الطاسه. بتعمل ايه دلوقتي يا شيف محمد؟ انا هحط البصل. شيف اما اقول لك. شيف اما اقول لك. انا غسلت البطاطس وابتدي احط. شوفوا يا جماعه تعملوا هاشتاج للقطعه يا جماعه. ها؟ انا هحط البصل واحط فصين توم كده، هسيبه يتحمر شويه كده واعمل لكم الطماطم بتاعتي. هقطع الشيف الاخضر. ماشي هحط البصل فصين توم. لسه بجري على البصل. هبدع لك انا النهارده في الطماطم. بصي انا هظبط لك الدنيا والله العظيم. بصي هيقول لك مين اللي عامل المكرونه الجامده دي والصلصه بتاعتها الحلوه التحفه دي. امال ايه؟ امال ايه؟ بس اهم حاجه النفس. انت عارفاني بقى. بس ايه يا ابني؟ حط التوم. هذه الميه غليت كمان. ملح الخيل لشهر الخيل لسه ما خلص وهناخد منه. ايه
ملح على الميه. نسلق المكرونه. نسلق يعني نعمل مكرونه كوره ايطاليين مش بتحبها؟ انا بحب النوع ده. وانا بحبه جدا. وانا رجع الطاسه ورا يا محمد عشان المره ورقه اعلى. ورا المره ورقه اعلى. ميه غليت اهي بس عايزاها تمام كده. بسم الله صلوا على النبي. عشان يكفي التتار اللي بره. انا قلت لك مش هينفع كده. هو برضه مش هناكله. وانا عارفه ان بعد اكل ما يتعمل بيقعد يحكي عادي يعني. امال ايه؟ ده بيتنا. وانا هعمل طماطم يا ريس. هظبط انا الدنيا بس. عندك صلصه طبعا؟ اه عندي صلصه. جاهزين. كده اما اعمل سلطه عشان هضرب دول في الكبه. طلعها لي بعد اذنك. طب دي بالطماطم اللي بتعملها دي انت واخدها من البتاع. عايز تعمل لهم ايه؟ اعمل السلطه. خدي كمان خدي كمان. وانت قطعتها خدها. هي يعني السلطه تحطها سليمه؟ امال ايه؟ هات طيب طماطم. خد تغسلهم. طب انا بغسل دول يعني. بتغسلها تغسلي صح؟ اه عندي كوبايه. طب انا ما غسلتش. اغسلها اغسلها حط. ما ده مغسول. هغسلهم تاني هعمل سلطه. سلطه. اغسلهم عشان السلطه. مش بترخم عليا ليه طيب؟ سيبيني انا عايز ابوظ لي الطبخ. اغسلهم معايا، الطبخ ده اللي هبوظها يا فندم. اغسلهم معايا. دول. لا لا مش هتبوظ. دكتور انا بتشيلك الميه والله. عايز مناديل بس. هات مناديل من فوق. السلطه بقى انا. اهلا وسهلا. بعمل السلطة اهو. وانا بعمل السلطة. ومحمد بيضرب الطماطم في الكبة. مهما علي فيك غبية. مهما علي. شفتي مثلا بيبقى العين ازاي؟ المكرونة دخلت في السوا اهي. والطماطم كمان والبطاطس اتحمرت. عندي حلقات بصل كمان اتحمرت. ساعات محب البقدونس من الكزبره من الجيران اللي جنبينا دول عارفينهم؟ هم الجيران التنحيل اللي قاعدين عندنا ليل نهار دول. هم دول ساعات اللي عندهم بقدونس جنبنا. وحته كابوتشا. ملح الخير لشهر الخير. كابوتشا كمان استاذ. دي شكل ولا فاضي؟ لا البطاطس دي لسه في الدولاب مش ده. دي شكل. البطاطس جاهزه والمكرونه خلاص. الصلصه جاهزه بس ناقصه شويه عشان تخلي المكرونه تلمع كده شويه زيت كده حلوين. نصفي بقى المكرونه ده ونصفي المكرونه عشان مش قادره اصفي. الصلصه بقت حلوه قوي وجميله جدا. قوامها ناخد غلوه بسيطه لحد ما المكرونه كده جاهزه معانا والسلطه كمان جاهزه اهي. هنتبلها بس. بعتنا بس محمد يسرق ليمونه من عند ماما يا اما ندى.
حد يختفناه كده ليمونه. محمد واقف ورا الكاميرا اهو، بعت ندى تجيب ليمونه من عند الجرنان اللي جنبينا اهو. كده تمام كله في الكاليتش. جزء جامد ومش انت عارف انا بفكر لك في تحدي اللي عنده دلوقتي. ممكن كده بعد ما اكل؟ لا 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 تحدي الاكل. تحدي اكل ايه؟ مش فاهم. تحدي الاكل اللي ياكل بسرعه يعني، ولا اللي ما ياكلش يعني؟ وانا بفكر اجيب لك عصيان صيني تاكل بيها عندي. عصيان صيني ماشي، ومال ناكل بيها ايه بقى؟ المكرونه والبطاطس. نخش معاك التحدي ده؟ خش يا اسطى. طب ولو خسرتي؟ اديك على قفاك. لو خسرتي استعبطيش. هتاخد قفا. اللي يخسر ياخد قفا. اللي يخسر ياخد قفا؟ انت لو خسرتي هتاخدي قفا. لا بس انت القفا هتقولي لي بالراحه وتضحكي عليا، وانا مش هينفع. ماما. اللي يخسر يدفع 200 جنيه للتاني. ماشي. اقسم بالله انا قدها. وانا يا اسطى موافقه. يلا. تعالى بقى ايه؟ تبل السلطه. ماشي. صفي المكرونه الاول. ماشي. ما عشان سخنه. لما اطلع البطاطس ابتدي بقى احمر البصل. عندي بصل مدور احمره كده على طول. هات الليمون. ايه؟ قلت لك في ليمون في التلاجه مخبيينه. مفيش حاجه. بسم الله. ملوخية. ملوخية. مين يخش معايا تحدي حشو ممبار؟ ايوان. ايوان اشتغل يا ابني، اشتغل اشتغل يا ابني، اشتغل يا ولد. والبصل معايا بالصلاة على النبي ايه؟ اتحمر اهو. احنا رحنا خرجنا لقينا المطاعم كلها زحمة موت موت. قلت لك ايه بقى انا ساعتها؟ انا اكل في بيتنا بكرامتنا. كرامتنا تروح نعمل اكل. يا الناس المحترمه. ماشي. قلت له احنا امبارح كلنا بره يبقى بس مش محترمه؟ قال لي لا. يوم بره ويوم هنا. دي حاجه ودي حاجه ثانيه. بس ما تكتبش عليك. بس مش هديها صلصه تاني. نتبل السلطه. حطيت ليمون شويه خل. زيت زيتون ما بحبهوش. ما بحبش ريحته. طب انا بحب. ها؟ شويه ميه. زيت زيتون. شويه في طبق بزيت زيتون ليا. طيب انت حط قدامك زيت زيتون. شويه ملح. كده السلطه خلصت. وملح الخير لسهر الخير. والمكرونه دي ناقصه ملح. المكرونه دي من غير ما ادوقها ناقصه ملح. ريحتها باينه بجد والله. او ربنا ناقصه ملح. ريحتها باينه. اه ريحتها باينه. واحنا كده خلصت الاكل. ادي السلطه. طب انا هعرف ريحتها باينه. والبطاطس المحمره جهزت. انا بقول لك عايزه. وانا بقول لك مش عايزه ملح. هات توابل الشرق الاقصى بس. هاي هات توابل الشرق. انا بقول لك مش عايزه ملح. كده تمام خلصنا اهو. تبل بقى البطاطس ويلا. الله بتعمل لي اكل ايه؟ تبل بقى كده. حرام كده وانا عامله رجيم. استخسرت يا بنت انت بقى رجيم ولا بتاع. حرام عليكي. حرام عليك يا شيخه بقى. كلك وهندغلك وهاكل حاجه. المكرونه جاهزه اهي. بص المكرونه. اه حرام. وصلصه وفلفل اخضر. عايز توابل الشرق الاقصى على السلطه؟ لا سلطه لا على البطاطس بس. هات بقى اغرف فيها مكرونه. ها؟
هطبق اطبق غرفة بقى. بصي بقى السلطة المدوق كده مدوق، السلطة بقى فيها بصل احمر. ايه مش محتاجة ملح على فكرة، انا عايز اكل. اللهم صل على النبي. طب ودي كده جنبي صينية واحدة بس، بقول لك هنزلك. لما اقول لك عايزة ملح يبقى صدقني. مش محتاجة ملح. لا محتاجة ملح. والله ما محتاجة. اقسم بالله محتاجة ملح. ملح انت طبقك. بصوا بقى شكل المكرونة عامل ازاي. منزقه ومش معجنه، والبطاطس والسلطه وكله، وخلصنا كله. ومحمد اهو اقل من 10 دقايق. ومين ومين هي؟ لا بس تغرفش، انا عايز اجي يغرف نفسه. تغرفش تاني انا وانت وحسن. بس يلا اشوفكم على خير يا جماعه ان شاء الله. فيديو جديد محمد يكون معانا ان شاء الله. طب هاتوا طبق ده.